عليكم ورحمة الله. نعطيكم درس خفيف كونسيرمون جماعة اللي سقساوني كيفاه نبارطاجي وكيفاه نقراو ليزو. بون ليزو فيه بليزيور بارتي اللي تهمكم كوم دي تيوتور. ونأكد كوم تيوتور وكاين اون بارتي تهم لي سودور الويلدرز. هادو لي سودير سما لازم عندها دي بروسيدير واحده اخرى خاطر وماش في الانجينير تيوتري ولا شيف داتولي حاكم تيوتري هو اللي يهضر معاه. هذيك من بعد توقع فيها افير مع لي ريسبونسابل تاع السوداج ولا الويلدينغ. طون كنت تيوتر واش يهمك تاسوري لا تيوتري اللي هي كيفاه الديسان هذا كيما راه رياليزيه ونديرو في الواقع رياليزيه في الواقع. باش رياليزيه في الواقع مش هكذاك فقط، يعني لازم يكون عندك ماتريال باش تصويريه. الماتريال هذا سبق واحدين حكينا عليه، قلنا عندكم البايب وعندكم لي فيتينغ. هذه هي بايب ولي فيتينغ وراهم كامل في بعضهم، تسمى تقدر نقولوا دايرك لو فيتينغ. هنا يا الاخوه الكرام الشيء اللي تشوفوه كامل هنا كامل هنا راهو موضح هنا في البيل اوف ماتيريال هنا. يعني ما كاش حاجه هنايا في لابارتي هذه تكزيستي هنا او العكس، نفس الشيء اللي هنا هو اللي هنا، لا زياده ولا نقصان، حتى الكميه حتى السايز اي حاجه. مثال كي وصلنا هنا للبيل اوف ماتيريال ولا يقولونها بالفرنسيه لا كارتوش. هنا شوفوا هنا باش عارف واش ميزو عندي هنايا واش ان تي كيما راني نشوف راهو تي ايغال. كي نروح نحوس عليه في لا كارتوش سبق وحكيت لكم تلقاو فوق شاك فيتينغ تلقاو مربع كيما هك في ميتا تلقى الرقم وتلقى رقم من هنا. الرقم اللي على اليسار قلنا هو ترقيم الفيتينغ هذا على لا كارتوش، وهذا هو الكميه تاعو. كما راك تشوف هنا الفيتينغ شحال قال لك راك 2-1. هنا 2 كي تجي تقرا لهنا واش تلقى هنا تبع معايا اقراو معايا رقم 2 راهو تي ايكوال ولا تي ايغال سايز تاعو. راك تشوف هنا السايز تاعو 2 انش ولا 2 بوس، وشي هو 2 في 2 يعني الدخل تاعو 2 بوس والخرجه تاعو 2 بوس هاي. وعندك الشيدول تاعو اللي هو اكس اكس اس لاش بي سويفون. هادو لي كوردوني هادو كوم يكون سيملس بي 16 9 ازمي A420 جراد. هادو بربي ان شاء الله ننطرقوا لهم في امورات اخرى سيتو للشيدول وامورات. هنا اجماعه هذا هو الايتم كود سكو في الماتريال هذا تي ايغال في الشونطي هذا اللي عندي عنده كيما نقولوا حنا بطاقه تعريف سما ايدونتيفيكاسيون تاعو معروف بها لازم يكون هذا. يعني انت كوم تيوتيك تروح للمغازا وتضموندي تي ايغال كون ما تلقاهش بنفس الترقيم هذا ما تديهش الا اذا جات موديفيكاسيون ولا يجي شيف داتولي على بالهم امور تخلاف تما عندك باش تقدر. هما اللي يقولوا لك تدي مثال تي ايغال بصح مش نفس الايتم كود واحد اخر. هنا سبق وذكرنا باللي هذا الكونتيتي المستعمله في الايزو هذا، هذه نقطه. هنا ثاني لابارتي اللي من تحت لاكارتوش هنايا واش هي هذه عيطوا لها ويلدينغ الويلد ساماري. في الويلد ساماري كما في المشروع هذا تلقى ترتيب ترقيم لي جوان سودير كما راكم تشوفوا فيهم هنا. راكم تشوفوا مثال كاين هنا واحد الاس ان اس ان 2 3 4. في هذه تلقاو الترقيم تلقاو السايز تاع شاك جوان
وتلقاو لو تيب تاعها، كيما هنا بي دبليو وكاينه اف دبليو. البي دبليو قلنا هي بات ويلد اللي هي بوابو، و اف دبليو اللي هي فيليت ويلد اللي هي لومبواطي، تجي با في كيما نقولوا باي في باي كيما البي في سي تاع لي دوش لي تواليت. هنا تلقى كات، معناتها كاتيجوري اللي هي اسكو تتسودا في لاتولي اللي هي شوب، ولا تتسودا في الفيلد كيما الاف ولا الا اف. نجيو هنا لوكاليزاسيون. لوكاليزاسيون هادي هنا بيجي لك جوان هادي بين واش من فيتينغ وفيتينغ تركب بيناتهم. كيما هنا راكم تشوفوا 3-1 تيري 1-1. مثلا نشوفوا هنا جوان نيميرو 1 3-1 اللي هي فلانج، والواحد واحد اللي هو البايب هذا اللي هو كما راك تشوفوا فيه 1-1. هذه نقطة دوزيام. تبقى لك هنايا البايب، كاين مشاريع ما يحطوش الطول تاع البايب اللي مستعمل، وكاين اللي يحطو كيما المشروع هذا يحطو هذا الطول الكلي تاع البايب اللي نستعملوه بلا لون كوبرمون. يبقى لك هنا تلقاو بيفل بيفل بيفلد بيفلد بيفلينغ، هي الشونفرين. تلقى البايب تاعو اللي فان تاعو شونفريني هكا، لازم يكون هكا كما تشوفوا كما راكم تشوفوا هنا في الديسان هذا. هنايا هناك يكون شونفريني، يعني جاي كاكا واحد زي 45 دوغري. هذه معلومات بالعموم على التيوتر، الامورات اللي يهموه في الليزو اللي يحب يقراها. تبقى امورات اخرى ما خاطيه هو. يبقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى راح نوري لكم الديفيرونس بين لي شيدول اللي هو لي بيسار وبين لي ديفيرون تيب تاع الماتريال. المهم ربي يوفقكم ان شاء الله، نتمنى تراجعوا الدرس هذا مليح ينصاب لكم. في الاخير نطلب منكم برك الاشتراك في القناه والضغط على زر التفعيل باش يوصلكم جديد ان شاء الله، وبالتوفيق. السلام عليكم.